السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ لما يكون عندك بيت في كندا أو يكون أنت مأجر بيت منفصل مش في كومباوند، أنت المفروض أنك أنت تعتني بالحديقة أو الفرونت يارد والباك يارد، المفروض تعتني بيهم بحيث أنه الحشيش يعني الورق العلو بتاعه ما يرتفعش. أنا ما أعرف صراحة الكام بالضبط، لكن أعرف أنه لو ارتفع لمستوى معين بيبقى فيه مشكلة. إيه هو المستوى ده؟ أنا ما سألتش عنه لأن دايما بعمله فمش مهتم كثير. وبصراحة يعني في أكثر يعني في مرات قعدت مثلا شهر كامل ما عملش أو شهرين حتى ما حصلش حاجة. فالواحد إحنا ما نتعلمش لغاية لما تحصل مشكلة نبدأ نتعلم الظاهر. لكن طيب الحكاية دي طبعا بتكون مقلقة للبعض، طب أنا إزاي هعتني بالحكاية دي؟ الحكاية دي صعبة ولا لا؟ خصوصا اللي في بلادنا ما عندوش، أنا في السعودية ما كناش بنعمل حاجة زي كده. والثلج نفس الكلام، لازم تشيل الثلج من قدامك، المنطقة دي كلها اللي ورا دي لازم تشيل الثلج منها، حتى اللي أنا واقف عليها دي لما يكون في ثلج لازم تشيلها منها، خصوصا أنت مسؤول عن الحتة اللي هنا دي الرصيف اللي بيمشي عليه الناس. فيعني دي من الحاجات اللي تاخد بالك منها اللي جاي كندا الجديد. يعني لو أنت مأجر شقة طبعا أو كوندو اللي هي يعني شقة برضه بس بنظام الكوندو، ما تقلقش الحكاية دي هم هياخدوا بالهم منها. لو انت مأجر تاون هاوس ضمن كوندو برضو هم نفس الكلام هياخدوا بالهم من الحكاية دي. هتبقى مشكلة عليك لو انت بس هتأجر بيت منفصل خاص بيك انت. ما عارفش اذا في تاون هاوس برضو بيكون منفصل مش في كوندو، لو كان برضو هتاخد بالك من الحكاية دي. طب واحد زيي كان جاهل في الحكاية دي كلها، عمل ايه؟ خلينا نشوف كده مع بعض عملت ايه. طبعا الواحد يشتري الآلة دي، آلة جز العشب، ممكن تشتريها ممكن تأجرها، ممكن تأجر ناس يعملوا يكون عندنا معاهم الآلة بتاعتهم ويجي يعملوها، لكن ده شيء أساسي. بعدين العشب اللي أنت هتشيله عندك خيارين، يا تحطه في هنا في ساسكاتون أنا بتكلم، يا تحطه في أكرمكم الله الزبالة السودة دي، أو بتدفع تقريبا $50 أو $55 في السنة بحيث ان هم يدوا لك الجرين كارد دي اللي هي مخصصه للحاجات العضويه ومن ضمنها طبعا العشب. فانت لو 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 اشتركت في البرنامج بتاع الجرين كارد هتدفع عليها $50 وتبقى عندك الحكايه دي متاحه وسهله. لكن لو حطيتها في الزباله السوداء المفروض انك انت تغلفها كمان، تحطها في كيس الاول وبعدين تعملها ترميها في الزبالة. وبين احنا تكلمنا عن السودة والخضرة، انت لما تأجر بيت او تشتري بيت او تأجر شقة الى اخره لازم هتلاقي السودة دي موجودة في كل مكان، وهتلاقي الزرقة كمان، شايفين الزرقة اللي هناك دي هتلاقوها برضو موجودة. الزرقة للي هي الريسايكل، للحاجات اللي هي ممكن اعادة تدويرها، الورق والبلاستيك ومش عارفين والحاجات دي كلها، في عليها قائمة بالحاجات اللي انت ممكن ترمي فيها الحاجات اللي ممكن ترميها فيها. السودة لبقية انواع النفايات، وزي ما قلنا الخضرة للي حابب ده بياخد، ده بتكون الحاجات العضوية. الآلة دي في منها انواع، في اللي بيشتغل بالبنزين وفي اللي بيشتغل بالكهرباء، سلك كهرباء تمد السلك ويشتغل. انا بفضل البنزين عشان ما تقعدش الكهرباء كده انت زي المكنسة في البيت تبقى ماشي وراك والآخرة. نفس الكلام آلة بتاعت التلج، لو هتشتري آلة بتاعت التلج في منها بالكهرباء وفي منها سلك كهرباء وفي منها بنزين. في آلة تانية صنطوطة، دي للمناطق اللي هي ما بتقدرش توصل لها بالآلة الكبيرة اللي هناك دي، فممكن تجيب الآلة دي اهي يدوب كده بحيث ان هي تشيل الاطراف. انا داخل اعمل اطراف جوا دلوقتي. في من الحاجات اللي هي برضو بتعتني بالعشب بحيث انك انت تغذي العشب، انا والله ما بفهم في الحاجات دي كلها، لكن بروح مرة كل شهرين ثلاثة بجيب اللي بتاع ده وارميه في العشب. اوريكم الالة اللي بستخدمها للموضوع ده، جرنز زرع وشجرة عنب، فاحنا بناخد ورق العنب ناكله. هو بيستغرب قلت تعملوا ايه بالورق ده، هنديله مره كده وجبه ورق عنب علشان
يعرف احنا بنعمل بيه ايه. الآلة اللي قلت لكم عليها علشان الحواف اللي زي كده نقدر نقصها بيها. انا حاولت ان انا ازرع المنطقة دي للزراعة، حاولت وفشلت، كل ما ازرع يطلع لي اللي هو ما يسمى بالشجر الغير مرغوب فيه، مش عارف اعمل ايه صراحة ومطنش. عندي منطقة هنا ومنطقة هناك كلها حاجات مش مرغوب فيها، وزي ما انتم شايفين الانجيلة بتاعتي مش للدرجة دي، يعني محتاجة شغل كتير، بس انا مش مهتم. احاول اعمل الحاجات الاساسية اللي قلت لكم عليها، بس واضح اني فاشل فشل ذريع. دي من الحاجات اللي انت ممكن تعاني فيها هنا لو انت مالكش في الموضوع ده زيي. ودي الآلة اللي بعمل بيها غذاء اللي هو الفيرتلايزر. حتى ما بفهمش في الانواع واختار ايه ومش اختار ايه، ما حاولش اتعب نفسي في الموضوع ده، بس بحط اي حاجة وربك بيسهل. يعني بنحاول، تضحكوش عليا. ها ايه رايكم؟ حاجه كده على قد ايه المعرفه البسيطه اللي احنا فيها. ودي الاله اللي بقول لكم عليها، اللي هي انا طبعا خالط مجموعه من الفيرتلايزرز توجذر، مش عارف بيعملوا صح ده ولا غلط، لكن الاله دي بتمسكها وتمشي وهي بتوزع زي ما انتم شايفين كده. واضح ولا مش واضح؟ او توزع الحبوب او وبعدين ترشها بالمية ومش عارف اللي هيحصل بعد كده، هنشوف. ياما بعمل، بس زي ما انتم شايفين لسه الحكاية ايه بيضة، فواضح اللي بعمله كله غلط، لكن من باب رفع العتب فقط. وده يوم مع الفرونت والباك يارد، يعني مش حاجة عشان تتعلموا منها بقدر ما هي حاجة تعرفوا ازاي في حاجة ممكن تكون، يعني من الحاجات اللي ممكن تعاني منها انت ما عندكش خبرة في الموضوع ده. يلا ما تنسوناش من الدعم، شير لايك سبسكرايب تفعيل الجرس دعواتنا من حاجة، ودعونا كده بتاع ده يطلع تاني ولا حاجة في امان الله. ممكن زي ما قلت ممكن اظن $100 ولا 100 وشوية في الشهر، وتجيب حد متخصص ياخد باله منها. كل سنة بقول هعمل كده السنة الجاية، لكنه بيجي الصيف ويمشي والواحد ملحقش خلاص يعمل حاجة، كسل بعيد عنكم. في امان الله.